السلام عليكم إخواني أخواتي طلبة، في فيديو جديد لي على القناة. في فيديو اليوم نكمل لكم في سلسلة وضعيات اللغة الإنجليزية، وضعية مقترحة حول الحضارات القديمة، وضعية حول الحضارة المصرية بالتحديد، للشعب الأدبية، شعبة أدب وفلسفة ولغات أجنبية. نتمنى تبارتاجيو الفيديو مع كامل أصدقائكم اللي يقرأوا شعبة أدب وفلسفة مع الجميع، باه يستفيد الجميع. ونكمل لكم في هذه السلسلة جمل الفيديو باش يعني كي تتفاعل مع الفيديوهات راح يوصلوك الفيديوهات الجديدة اللي نحطهم، وكذلك تعليق تحفيزي يدعمنا كثيرا. بالنسبة إذا كنت ماكش مشترك في القناة تشترك، يعني نتمنى الاشتراك تاعك لأنه راح يدعمنا بزاف. إذا حبيتوا نكمل لكم في سلسلة هذه الوضعيات، أو يعني عندكم أي درس أو أي درس ماكش فاهمينه أو أي حاجة، بالنسبة للقواعد كذلك راح نحاول نكمل لكم. الدرس الجاي ان شاء الله راح يكون حول انتي او مهم ممكن. نبداو على بركة الله في الفيديو، نبداو كالعادة شرح باللغة العربية. نبداو سؤال وضعية. write a composition on the ancient Egyptian civilization، معناها اكتب فقرة حول الحضارة المصرية. لازم تركزوا معايا مليح هنا وتفهموا باللي هنا فقرة عامة ذي حول الحضارة المصرية، يعني كشغل نظرة تاريخية عن الحضارة المصرية، يعني كيفاه تبنات. يعني يكون يقول لك هو في سؤال وضعية مثلا إنجازات ولا الحضارة المصرية، يعني ما هيش الوضعية هذه. لازم يقول لك اكتب فقرة حول الحضارة المصرية، هاي الفقرة هذه. يعني يكون يقول لك حول الإنجازات العلمية ولا أي حاجة، راح تكون مش نفس الفقرة. لازم يقول لك نفس السؤال كما هيك باش تكتب الوضعية هذه. نبدأ على بركة الله في الوضعية. أول شيء Egypt is one of the most fertile areas of Africa، معناها مصر هي واحدة من أكثر المناطق خصوبة في أفريقيا، يعني fertile هي خصوبة، areas هي منطقة، of Africa معناها في أفريقيا، and one of the most fertile of the countries around the Mediterranean Sea، معناها واحدة من أكثر الدول خصوبة حول البحر الأبيض المتوسط. قالك because it is so fertile، معناها بسبب أنها خصبة جدا. people came to live in Egypt earlier، معناها الناس جاوا باه يعيشوا في مصر earlier، معناها يعني باكرا، يعني earlier than in most places، يعني قبل ما قبل بقية الدول، معظم الدول الأخرى، يعني قبلهم جاءوا يعني إيرليا باكرا، يعني باكرا than in most places probably around 40,000 years ago، معناها probably معناها من الممكن، around يعني حوالي، من الممكن حوالي 40,000 years ago، معناها منذ يعني 40,000 years. at first there was not very many people، معناها في البداية لم يكن هناك العديد الكثير من الناس، very many people. but gradually Egypt became more crowded، معناها لكن مصر أصبحت تدريجيا أكثر ازدحاما. gradually هي تدريجيا، Egypt became، هي مصر أصبحت more crowded معناها أكثر ازدحاما، crowded ازدحاما. so there was more need for unified government، معناها was more need، معناها كانت هناك حاجة for unified government، لحكومة موحدة. around 3000 BC، BC هذيك معناها قبل الميلاد، 5000 years ago، يعني منذ 5000 سنة. Egypt was first unified under one ruler، معناها مصر توحدت ولا أصبحت موحدة، يعني under تحت one ruler، معناها تحت حاكم واحد، تحت سلطة حاكم واحد. هو was معناها اللي هو called، يعني اسمه هو was called اللي كانوا يسميوه the فرعون، يعني فرعون اللي هو فرعون الحاكم، هذا حاكم واحد هو فرعون. هذه هي يعني أتمنى تكونوا فهمتوها الفقرة هذه. ننتقل الآن للفقرة اللي بعدها. The pharaoh's government guaranteed both external and internal security to the people، معناها حكومة فرعون ضمنت للناس both، معناها كل من يعني الاثنين، external and internal security معناها الأمن الداخلي والخارجي، to the people of Egypt لسكان مصر. as a consequence the Egyptians grew very
proud of their country and became so fond to the pharaoh's heart. معناها as a consequence نتيجة لذلك المصريين grew very proud of their country معناها أصبحوا فخورين جدا ببلدهم and became so fond to the pharaoh's heart معناها وأصبحوا مولعين جدا بقبعة فرعون يعني هنا يعني باش يمجدوا فرعون يقولوا the pharaoh's heart يعني قبعة فرعون تمجيدا فقط. They worshipped him as a god king معناها أصبحوا يعبدونه كملك وكإله لهم. This national pride and identification معناها هذا الفخر القومي والانتماء. With the pharaohs kept the unity with the pharaohs معناها الانتماء إلى فرعون. Kept the unity معناها حافظ على وحدة unity وحدة of ancient Egypt مصر القديمة and made its civilization prosper for many centuries يعني والذي جعل حضارتهم تزدهر لعدة قرون prosper معناها تزدهر from that time until around 525 BC معناها 525 قبل الميلاد ومعناها from that time من هذا الوقت until around معناها حتى حوالي 525 بي سي هذيك هي قبل الميلاد when Egypt was conquered by the Persians معناها عندما مصر يعني احتلت بواسطة Persians يوم الفرس Egypt's history is divided معناها تاريخ مصر قسم إلى into معناها إلى 6 different time periods معناها إلى 6 فترات مختلفة ست فترات مختلفة there are called معناها راح يسمي الست فترات the old kingdom معناها المملكة القديمة the first intermediate period معناها الفترة المتوسطة الأولى but the middle kingdom معناها المملكة المتوسطة the second intermediate period معناها الفترة المتوسطة الثانية the second intermediate period أنا ذم الربع الأولين دوكا ننتقلوا يبقاو زوز يعني the new kingdom and the third intermediate period the new kingdom هي المملكة الجديدة and the third intermediate period معناها المرحلة المتوسطة الثالثة but the economy of ancient Egypt was ruined by all resources لكن اقتصاد مصر وين دمر by all the resources معناها بجميع الموارد that the pharaohs معناها الفراعنة put into the building of pyramids الذين وضعوهم في بناء الأهرامات and the gradual decline معناها السقوط التدريجي and fall of ancient Egypt civilization وسقوط الحضارة المصرية. أتمنى تكون عجبتكم الوضعية يعني هذه الوضعية تاع اليوم. إذا حبيتم نكمل لكم في سلسلة هذه الوضعيات قولوا لي في التعليقات. أتمنى ما تنسوناش من صالح دعائكم. كذلك كما قلت لكم ركزوا على سؤال الوضعية مليح أي اختلاف فيها راح تكون مش نفس الوضعية. هذا بالنسبة للوضعية تاع اليوم. أتمنى يكون عجبكم الفيديو ونلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله.